السلام عليكم. ما هو مفعول الدواء الوهمي أو تأثير الدواء الوهمي الذي يسمى بالإنجليزية أو بالفرنسية بلاسيبو، وهي كلمة لاتينية في الأصل تعني أنا أنفع أو أنا أفيد؟ هو تأثير علاجي طبي يحدث لبعض الأمراض فقط، هذه سنفصل فيها بعد لحظة، لبعض الحالات المرضية عندما يعطى للشخص يعني أدوية أو ما يظن المريض أنها أدوية، ولكن هي ليست أدوية، لا تحمل أي مفعول كيميائي أو حيوي أو طبي إطلاقا، هي حبات سكر أو حبات مواد غذائية ليست فيها أي مركبات علاجية، ويعتقد الإنسان أنه أخذ دواء فيحس بالتعافي بالشفاء. هذا لأن الجسد أو الدماغ يتأثر ويؤثر على الجسد بشكل أن الإنسان يحس كأنه فعلا أخذ علاجا معينا. أولا يجب معرفة أن هذه الحالات العلاجية أو المرضية تحدث فقط عندما يكون الدماغ يلعب دورا في العملية، بمعنى أن مثلا تحدث كثيرا بالنسبة للآلام. طبعا الآلام هي عندما تصل إشارة عصبية إلى الدماغ ويحس أن لدي شيء يؤثر علي هنا أو هنا أو داخل عضو مثلا في جسدي، فإذا قرر الدماغ أن يلغي هذه الإشارة أو يتجاهلها فيحس كأنه ليس هناك أي آلام، ليست هناك أي مشكلة في أي عضو من الجسد. فخاصة تحدث هذه كثيرا بالنسبة للآلام، ولكن تحدث أيضا بالنسبة للصداع، تحدث بالنسبة للقلق، بالنسبة للكآبة، بالنسبة لمثلا الحريق أو الاحتراق الذي يحس به الإنسان في المعدة في حالة القرحة إلى آخره، لكن لا يحدث هذا الدواء أو العلاج الوهمي لا يحدث بالنسبة للأمراض الصعبة المعقدة التي لا يستطيع الدماغ أن يؤثر فيها، مثلا يعني أمراض السرطان أو مثل ذلك. لذلك يجب أن يفهم الإنسان أنه هي عملية دماغية، هي عملية يعني نفسية إلى حد ما. ثاني شيء يجب أن نفهم، هل هي نفسية فقط، يعني أنه أنا فقط دماغي أو حالي أني أنا تعافيت أو أحس بحالة أفضل مما كنت عليه قبل، أم هي أيضا جسدية من ناحية أخرى؟ في الحقيقة هي الاثنين في نفس الوقت، هناك إحساس نفسي، الدماغ يوحي للإنسان أنه تعافى، ولكن من ناحية أخرى هناك تأثيرات جسدية حقيقية فعلية تم رصدها وتم قياسها، منها مثلا أنه عندما نقوم بتخطيط دماغي نجد أن الدماغ يقوم بعمليات مثلا إفراز هرمونات خاصة ما يسمى الإندورفينز، أو يطلق بعض المواد التي هي التواصل بين الأعصاب مثل الدوبامين، فنتأكد أن فعلا هناك عمليات كيميائية تحدث في الجسم، أن الدماغ ليس فقط يوحي للشخص أن ليست هناك مشكلة الآن، بل يقوم فعلا بعملية شبه علاجية أنه يطلق بعض الإفرازات لمحاولة تخفيف الأعراض التي تحدث. فهذا مهم جدا أن نفهم أن العقل أو الذهن يقوم بعملية هنا لمحاولة تدارك الوضع، فهناك عملية علاجية ذاتية إضافة إلى عملية نفسية، أن الإنسان أن العقل أو الدماغ يحاول أن يعطي انطباع للإنسان أن هناك تعافي أو هناك مسألة أفضل أو الحالة صارت أفضل، بدليل أن هناك تأثير نفسي، أن عندما يتعاطى الإنسان يأخذ حبوب كلما كانت أكبر كلما كان الإحساس أكبر، يعني الإنسان حتى عندما يشوف الحبة كبيرة يعتقد هو بنفسه أن أنا فعلا قاعد أخذ علاج، فإذا كانت الحبة كبيرة حتى ولو هي فقط لا فيها ولا شيء، هي فقط يعني قطعة غذائية أو سكر أو ما إلى ذلك، فالإحساس يكون أكبر. ثاني شيء، كلما كانت الحبوب هذه ملونة كلما كان الإحساس هذا الدواء الوهمي هذا البلاسيبو أكبر. ثالثا، إذا أعطي للإنسان حقنة وهي لا تحمل أي دواء ولكن حقنه بشيء، فهو يعتقد أكثر من أنه أخذ حبوب، فيعتقد وسيكون المفعول أكبر. وبل أحيانا تتم عمليات جراحية حتى على الإنسان فيقال له عملنا لك عملية جراحية، بل يمكن أن يفتح مثلا وتتم عليه عملية جراحية بسيطة ولا يتم عليه أي شيء، يعني لا يتم يعني إزاحة أي شيء، إزالة أي شيء أو وضع أي شيء، إنما فقط فتح يعني صغير تخدير ربما، ثم نقول للإنسان عملنا لك عملية جراحية وكانت ناجحة تماما وفعلا يحس أنه شفيت وأنه تعافيت لمدة.
الشيء الآخر الذي يجب التركيز عليه هو أن هذا النوع من العلاج الوهمي أو هذا التعافي الوهمي لا يدوم مدة طويلة، يعني هو مؤقت فقط، يعني لمدة أيام، لمدة أسابيع فقط، ثم بعد ذلك تعود الحالة ويعود الإنسان ويطالب بعلاج أقوى وأكبر، ويقول يعني الآن ما صرت أحس الدواء ما صار ينفعني، نفعني في الأول ولكن لم يعد ينفعني كثيرا. فهذه يعني تبين أن هناك عملية نفسية إيحائية، ولكن في نفس الوقت هناك عملية ذاتية تحاول أن تطلق يعني عمليات علاجية ذاتية من الجسم، من المقاومة الذاتية الإيميون سيستم، أو من الهرمونات أو غير ذلك، ولكن هذه لا تستطيع أن تقاوم دائما الأمراض، خاصة إذا كانت أمراض كبيرة. الجانب الآخر المهم أن يعني ما هي نسبة الأشخاص الذين فعلا يتعافون بهذه الطريقة على الأقل مؤقتا؟ يتراوح الأمر بين يعني في الإحصائيات من 25 إلى حوالي 35%، يعني تقريبا 30% في المتوسط من الناس الذين ينفع معهم هذا، يعني ناس آخرين لا ينفع معهم إطلاقا. تعطي هذه الحبوب يقول لك ما نفعتني هذه الحبوب اللي أعطيتني إياها، سواء كان يدري أنها حبوب غير صحيحة أو لا يدري. بل يقول الأطباء أنه يفضل أن لا نقول للمريض. أحيانا نقول للمريض والله إحنا أعطيناك حبوب يعني هي لا تنفع كثيرا، ولكن سنجرب وهي ما فيها شيء، فحتى لا نكذب عليه وتنفع، أو على الأقل يتعافى مؤقتا المريض. ويقولون إذا لم نقول له، نقول حطيك أنا عندي دواء ممتاز حطيك إياه وهو ما فيه شيء، وفعلا حينها يحس على الأقل 30-35% من الناس يتعافون بالنسبة للأمراض التي ذكرت آنفا. بل أنه اتضح أن حوالي 20% إلى 50% من الأطباء في الغرب على الأقل يستخدمون هذا البلاسيبو، هذا الدواء الوهمي بالنسبة للناس. لماذا يقومون بهذا؟ أولا يقول لك لأن في بعض الحالات يعني الأعراض التي يشتكي منها المريض يعني ليست واضحة، لا نفهم بالضبط ما هي المشكلة، ماذا يمكن أن نعطيه، أو أحيانا عندنا بعض الأمراض يعني مثلا الكآبة صعب جدا أن نؤثر على الإنسان أو نعالجه، فيقول لك يعني إذا قلنا له والله ما عندنا يعني أدوية فعالة في هذه الحالة، فيعني يتقلق، يقلق الإنسان المريض، يزداد سوءا، فنعطيه شيء على الأقل، وحتى وإن كنا نعلم أن ما عندنا شيء وإحنا فقط نوهمه هكذا. من ناحية أخرى يقول لك أن كثير من المرضى يلحون على أن تعطى لهم أدوية، خاصة المضادات الحيوية، يعني تروح للطبيب تقول له أنا عندي إصابة يعني تأثير معين، يقول لك هذه لا تنفع معها المضادات الحيوية لأنه مثلا فيروس مش بكتيريا، فلكن يصر كثير من المرضى يقول لك لا أعطيني مضادات حيوية، حب أنتيبيوتيك، أعطيني أنتيبيوتيك. فعوض أن نعطيه الأنتيبيوتيك وهذه خطيرة لأنها تزيد من مقاومة البكتيريا، وعندما تزيد مقاومة البكتيريا يصير معالجة البكتيريا هذه مستقبلا صعب جدا. فإذا أردنا أن نخفف من تناول الأنتيبيوتيكس، وإذا أصر المريض أن يأخذ مضادات حيوية من الطبيب، فالطبيب يصف له وصفة هكذا كأن فيها دواء هو مضاد حيوي، ولكن هذا الدواء هو بلاسيبو. فكثير من الأطباء يلجؤون إلى هذا. أحيانا كثير من المرضى يصرون على أن تعطى لهم فيتامينات، مقتنعون أن الفيتامينات تنفع في كثير من الحالات. قل أنا عندي حالة تعب، كل يوم أوصل للبيت أنا تعب، أنا أصحى في الصبح وأنا تعبان، أحس بإرهاق، أحس بكذا، أعطيني فيتامينات يا دكتور، أعطيني فيتامينات. والطبيب مقتنع أن الفيتامينات لن تنفع في هذه الحالة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل الطبيب أو بعض الأطباء؟ بين 20-50% في الإحصائيات يعطيه دواء وهمي هكذا بلاسيبو، حتى يحيي له أنه أنا أعطيتك شيء وهو في الحقيقة ما أعطاه شيء. فهذه استخدامات من طرف الأطباء. الاستخدام الأكبر والسليم لهذا النوع هو عندما نريد أن نختبر أدوية جديدة. إذا أنت عندك مرض معين وأنا عندي دواء جديد، أريد أن أعرف مدى فعالية هذا الدواء، كيف أتأكد أن هذا الدواء فعلا فعال؟ إذا أعطيته أنا للمرضى وتعافوا على الأقل مؤقتا، ربما هم تعافوا لأن هناك يعني كما قلنا تأثير وهمي هكذا، فكيف أعرف أنه هو من جراء التأثير الوهمي أم هو من جراء الدواء الجديد الذي أنا اخترعته مثلا أو حاولت اختباره؟ ففي هذه الحالة نأتي بمجموعتين من المرضى،
النصف الأول نعطيهم هذا الدواء التجريبي، والنصف الثاني نعطيهم هذا الدواء الوهمي بلاسيبو، ونقارن نسبة الذين سيتعافون بعد أسبوع، بعد أسبوعين، 3 أسابيع إلى آخره. فإذا وجدنا أن الدواء الجديد هذا أعطى فاعلية أكبر بكثير من البلاسيبو فنقول هذا الدواء فعال. أما إذا كان بنفس النسب، يعني هذا مثلا 30% من هؤلاء يعني ذكروا أنهم أحسوا بتحسن، وأن 30% أو 32 أو 28% يعني نسبة متساوية تقريبا، فنقول أن هذا الدواء هذا لم يعطي أي نتيجة، ليس فعالا إطلاقا. إنما الذي ذكره هؤلاء المرضى إنما هو مفعول وهمي مثل هؤلاء تماما. فهذه طريقة لمقارنة أو قياس مفعول أي دواء جديد. يبقى جانب أخير مهم في المسألة وهو الجانب الأخلاقي. هل من السليم أن نعطي لمريض دواء ونحن نكذب عليه ونقول له هذا دواء وهو في الحقيقة ليس بدواء؟ الجمعية الطبية الأمريكية تمنع الأطباء المنتمين لهذه الجمعية الكبيرة أن يقوموا بهذه العملية. يقولون للأطباء إذا أنت ستعطيه دواء وهمي فيجب عليك أن تقول له أنا أعطيك دواء وهمي، أو على الأقل أن تقول له أنا أعطيك دواء لا أضمن إطلاقا، لست متأكدا أنه ينفع، ولكن يلا نجرب، إحنا مش خسرانين شيء. فهذا يعني على الأقل مش كذب، على الأقل يعني تجريب، وإن كنا يعني نعطيه شيء نحن نعلم أنه ليس دواء حقيقيا. أما أن نعطيه شيء ونقول له هذا دواء ونحن نعلم أنه ليس بدواء، فهذه عملية أخلاقيا غير صحيحة. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا أن أكثر من 50% من الناس الذين نعطيهم هذا لن ينفعهم حتى من الناحية الوهمية. فيعني كيف أعطي أنا دواء للناس أنا أعرف أن ثلثين منهم لن يستفيدوا إطلاقا، بل أكذب عليه أكثر وأقول له أنا أعطيتك دواء. إذا ما عندي دواء أقول له أنا أسف ما عندي دواء، إلجأ إلى طبيب آخر، أو أصبر، أو سنبحث عن شيء، عندما نصل إلى شيء سوف نحاول أن نساعدك، أو نعطيك فقط يعني أدوية لتخفيف الآلام ولكن ليس لدينا علاج لأعراضك أو لهذا المرض الذي أنت تعاني منه، إلى آخره إلى آخره. يبقى في الأخير أن أشير إلى أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا من ناحية تهمنا نحن في مجتمعاتنا، لأنها تفسر لنا إلى حد كبير العلاجات التي يدعيها الناس عندما يلجؤون إلى العلاجات التقليدية. يعني يأتيك شخص مثلا يقول لك أنا استخدمت الطريقة الفلانية التي كان يقوم بها أسلافنا وأجدادنا، قل له ولكن هذه تجاوزها الطب ونحن نعلم أن هذه طريقة غير سليمة وأن فيها يعني صعوبات وأخطاء كثيرة جدا إلى آخره، وسنأتي إلى هذه الأمثلة في المستقبل إن شاء الله. ويقول لك لا أنا جربتها ونفعت، أنا جربتها وأنا أبوي جربها وأنا عندي في العائلة نجربها نحن دائما وتنفع، والناس متيقنون وفعلا هي نفعت معهم على الأقل مؤقتا، على الأقل لفترة ما، وهم لا يعلمون أن هذا النفع هذا إنما كان من هذا المفعول الوهمي، مفعول البلاسيبو. فكون أن علاجا ما، علاج بين أقواس، علاجا ما نافع عند الناس لا يعني بالضرورة أنه علاج حقيقي طبي فاعل أو فعال، إنما يعني ربما في أكثر الحالات أنه وهمي. وقد ذكرنا أن هذا العلاج الوهمي جزء منه نفسي وجزء منه محاولة الجسد والدماغ إفراز بعض الأشياء لمحاولة معالجة الوضع أو تدارك الأعراض التي هي في الجسد. أردت أن أعطيكم فكرة يعني عن هذا المفعول بلاسيبو الذي هو مشهور جدا منذ عقود، الآن صار معروفا منذ تقريبا قرن من الزمن عند الأطباء، بل يستخدم في كثير من الاختبارات ويعرفه الأطباء، وأحيانا يعني يعتمدون عليه نسبيا إلى آخره حتى يفهم الإنسان خاصة بالنسبة لنا ماذا يحدث عندما نتناول تلك العلاجات أو تلك الأدوية التقليدية القديمة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم.